اسئله في القانون هذا؟ القانون الثاني بس هذا بس الثاني تعويض الميتابوليك بي سي او 2 40 زائد 0.7 ضرب بيكربونات المقاسة ناقص بيكربونات طبيعية. تعويض الميتابوليك؟ ايه تعويض الاسيدوزيس والتالي تعويض الالكالوزيس. هاي كومبنسيشن كتبناها؟ لا مش كانت ميجر مقاسة كربونات المقاس مقاسة مطروح منها كربونات النورمال. خلصنا؟ خلصنا بس السطر هذا السطر هذا كتبناه. خلينا نشوف التعويضات الثانية للسفيرات الأسيدوزيس في المرحلة الحادة. إي الزيادة 10 ملي متر زيادة بالسي او 2 نضيف لواحد ملي مكافئ كربون باي كربونات كل زيادة 10 ملي متر زيادة بالسي او 2 برشر سي او 2 نضيف لواحد ملي مكافئ باي كربونات في المرحلة الحادة. في المرحلة المزمنة كل زيادة 10 ملي متر زيادة بالسي او 2 نضيف 3.5 بيكربونات. من المزمنة كل زيادة 10 للسي او 2 بنضيف 3.5 بيكربونات. هاي بالإزمان بالحادة. بالحادة كل زيادة 10 بنضيف 1 بالألكالوزيز الاسبيراتوري. في المرحلة الحادة كم نقص 10 أو خلينا نقول كم زيادة بكريم كل نقص 2 بنضيف 10 ملم زيادة والثانية بالإزمان كل نقص 5 بنضيف 10 ملم زيادة كل نقص هلا مشان نطبقهم. بس هي دكتور كل نقص تمام 2 2 في المرحلة الحادة نقص 2 ملي مكافئ بيكربونات لكل 10 نقص بي سي او 2 ونقص بالنقص 5 لكل 10 في الزمن. أنا يوم جاب صوديوم ناقص بيكربونات زائد كلور الأجي. أنا يوم جاب صوديوم ناقص بيكربونات زائد كلور الطبيعية حسب المخابر 10 ل 12 بس في مخابر تقريبا 8 ل 16. أنا في مسائل هيك ومسائل هيك. هون انا يوم جاب صوديوم ناقص كلور مع البيكربونات طبيعي من 8 ل 12 نقول 8 ل 12 كان قاعدة القلاء اذا دقيقة ناقص دقيقة هلا بدنا نحكم
ماشي. نحن نحط القيمة الطبيعية شو قد دكتور؟ نعتمد شو القيمة من 10 ل 12 8 ل 12 مخابر بقول 10. هلا نحن بالمقرر اذا جبتك 8 بالمسألة اعتبرها 8 نحن بالمقرر عندنا لل 14 في مخابر لل 16 هو طبيعي 10 12 10 12 10 12 في مخابر بكل 8 في مخابر بكل 14 هيا بلش اذكر شبابنا السلام عليكم اول شيء سجل طبعا نحن ذكرنا في المحاضرة الماضية الأسباب العامة للحماض الاستقلالي والحماض التنفسي والقلاء الاستقلالي والتنفسي ذكرناه كمسائل مرضية أو كوزز يعني كأسباب حاليا رح نطبق كعلاج بدنا نشوف نحن كيف رح نكون ماهرين في هذا التطبيق ولا لا يعني مجموعة من المسائل طبعا من المسائل كثيرة سجلت لكم إياها كمان نشوف شبابنا شلون بيحلوا هلا ان شاء الله الامور تكون سلسه بحيث نحن بنطلع من المحاضره هاي في عنا ذخيره كويسه جدا كاطباء باطنيه كطلاب طب كمان بس نساوي توازن في المساله التجميل بس رح نذكر شوي بالمعلومات القديمه سريعا البي اتش هو بي كي ثابت زائد اللوغاريتم سالت على الاسد طبعا الثابت هو البي كي 6.1 هذا دائما بحطوه ثابت بالمسائل هذا دائما ثابت التفكك كونستانت ثابت لا يتغير فالبي تساوي البي كي 6.1 او 10 زائد لوغاريتم الملح هو الاس سي او 3 على بي سي او 2 الضغط الجزئية الثانية نسيب الكربون طيب نحن اللي راح يصير فيه تغير بالبي اتش التغير وين راح يكون؟ في هذا الريشيو إذا ارتفعت البي كربونات ارتفع الريشو ارتفع البي اتش وإذا ارتفع البي سي او 2 انخفض وإذا انخفضت البي كربونات صار عندي إذا ارتفع صار شو عندي؟ قلى صار الكالوزيس وإذا ارتفع البي سي او 2 صار عندي اسيدوزيس التغير كلياته في معادلة هاسلباف هو بها الريشو هذا فأنا لازم أحافظ على هالريشو هاد بحيث البي اتش ما بيتغير فالمحافظة على هالريشو هاد لازم يكون في شيء عندي كومبنزيشن يعني في معاوضة بحيث إذا ارتفعت البي كربونات لازم يصير عندي معاوضة بارتفاع بي سي او 2 عشان يكون البي اتش ثابت وإذا انخفضت البي كربونات بي سي او 2 بينخفض فأنت بتطلع معي وبتنزل معي ما بيصير عندي تغيير في هالنمط هذا لازم احافظ على شيء ثابت فراح نشوف نحن في عندي مساله ما فيها معاوضه في مساله فيها معاوضه انا بقول مثلا عندي حماض استقلالي معناته البي سي او 2 طلع ولا نزل صارت معاوضه معناته الاسف الاس سي او 3 نزلت حماض استقلالي فأنا لازم أسوي معاوضة تنفسية بحيث أنه أنا أطرح CO2 كثير أنزل من CO2 عشان أحافظ على بي اتش نموذج قديش المعاوضة بتعتمد حسب القوانين اللي أعطيتكم إياهم هلا في مسائل راح أعطي معاوضة مقاربة يعني قريبة شوي للعلاج بشكل مباشر حلوة وفي مسائل كنت تشتغلوا أنتوا حددوا لي معاوضة كيف تشخص أنا؟ أول شيء تطلع على شو؟ البي اتش. البي اتش تحت 7.4 فأنا حماض، أسيدوزيس. فوق 7.4 صرنا بالألكلي. طيب، إذا كان البي اتش تحت 7.4 إذا انخفض السي او 2 فهذا دليل إنه عندي حماض. إذا ارتفع السي او 2 فأنا عندي حماض تنفسي. وإذا انخفض البيكربونات
عندي حماض استقلابي. طيب اذا ارتفع السي او 2، اذا جتني المساله عندي البي اتش منخفض، طلعت انا اول شيء على البي سي او 2 يا هل ترى حساب التنفس ولا حساب الكليه؟ فطلع البي سي او 2، البي سي او 2 طالع لازم اسوي معاوضه بالاس سي او 3، ايش لازم اسوي له؟ اطالعها عشان احافظ على الريشيو اللي حكيناها هلا بمعادله حسب الباء ثابته. اذا كان البي اتش فوق ال 7.4 فانا صرت في مرحله الالكلي. اذا كان البي سي او 2 منخفض فمعناته انا مريضي عم بيسوي عم بيحبس تنفس كثير، فصلنا بالتنفس الالكولي. واذا كان الاسي او 3 طالعه، طيب اذا كان عندي اسي او 3 طالعه صرنا قلاء استقلابي، لازم اسوي معاوضه. ايش اسوي بالبي سي او 2؟ اطالعه وانزله، لازم اطالعه مشان احافظ على الريشيو. هلا بتقول لي هلا البي سي او 2 طلع كايرور كمرض ولا كمعاوضه؟ من خلال المساله في عندك سبب، في عندك عرض، في عندك ارقام ثلاثيه لازم تنتبه عليها وتشغل مخك. تعتبر حالك انت مفتش مباحث، تشوف وين الايرور والمشكله التنفسيه، تشوف شو العرض اللي عندك. العرض ممكن يكون عندك مثلا سكري، انت بتربط بمخيلتك المحاضره السابقه ان السكري في احماض غير مقاسه، فهذا على الاغلب ميتابوليك اسيدوزيس مثل ما ذكرت بالمحاضره السابقه، فلازم اتوجه نحو الميتابوليك. بالميتابوليك اسيدوزيس بدي اشوف انه هذا في فجوه ولا ما في فجوه. حطينا الكلام عنكم، بدنا نشوف الكومبنسيشن. لاحظنا انه اذا ارتفعت، اذا كان الخلل بالبي سي او 2 وخلل خلوف الاحماض، اذا كان في عندي ريسبيراتوري اسيدوزيس معناته البي سي او 2 عالي، فانا بدي اشوف البيكربونات عوضت ولا ما عوضت، هذا اسمه كومبنسيشن تعويض. اذا كان في عندي ريسبيراتوري الكالوزيس المشكله ايضا بالبي سي او 2 انخفض، بدي اشوف البيكربونات عوضت ولا ما عوضت، هذا اسمه كومبنسيشن. نفس الشيء بالالكالي. طيب احيانا بيكون ما في معوضه، خلينا نشوف مثلا بالحاله هاي، خلينا نشوف الحاله هاي ارتفع البي سي او 2، اذا ارتفع معناته البي اتش نزل معناته انا وين؟ حماض تنفسي. حماض تنفسي. شوف البي كربونات، اذا كانت البي كربونات في المساله نورمال غير معوض، معناته هذا انكومبنسيشن. بالتدريب بتشوف بالحالات الثانيه. فانت قدامك هالمسائل الرباعيه هاي، بدك تشوف هذا معوض ولا غير معوض. لازم دائما تفكر انا برتفع يا بي سي او 2 برتفع معك البي كربونات، وانخفض لازم انزل البي كربونات عشان احافظ على البي اتش ثابت. انتبه على المسألة، إذا واحد ارتفع والثاني ما ارتفع معناته أنا ما عندي معاوضة. فعندك سبع مسائل سريرية، هلا رح نبلش بوحدة بوحدة. في شباب ما كانوا حضرانين؟ أنا ما كنت حضران. أنا ما واحد اثنين ثلاثة أنا تذكرت أنا. بلش مع مين؟ لا جنبك اليمين، ذكرني بالاسم. عبد إيه عبد؟ عبد هاي المسألة الأولى سهلة. هلا هلا نشوف اول مساله. سبع مسائل سريريه عندنا. عندنا قلنا لا لا اقرا اقرا ما انا بيشن اس ادمتد الى الاسعاف. يلا عبيد لحالك مريض اجى على الاسعاف او المشفى وكان عم يتجهز لجراحة في الدماغ، جراحة مخ، جراحة في الدماغ، معناتها هلا بتجيني فوز سبب مرض. المرض هذا بالإضافة إلى اضطراب استقلابي. المريض كان very anxious، خايف كثير، وكان مضطرب لتحضيره للجراحة. بدأ المريض يساوي هيبر فنتيليشن، هذا ايش بيساوي؟ فرط تهوية. ياخذ يعني بيزيد معدل درجات التنفس، بالتالي شو صار يكب؟ خلص انا مسكت اول كوز، في عندي هيبر فنتيليشن، ونحن عندنا لما بيكون في عندنا مرض لازم اتوجه لوين المشكلة، أول شغلة لقطها هي واحد
فرض تهوية. فرض تهوية معناته سي او 2 نازل، معناته عم بكب سي او 2. معناته انا وين صرت مشكلة تنفسية؟ معناته على الاغلب شو عندي؟ هلا بدنا نشوف. كان طجر كتير، المريض بلش يغيب عن الوعي، سحبنا له غازات الدم الشرياني. خلينا نشوف البي اتش 7.75، يعني شو وين صرنا؟ ثلاثة. بي سي او 2 26 نورمال 35 45 40، احفظ ثابت نورمال 40. السي او 3 طبيعي. اذا انا في عندي هيبر فنتيليشن عم بطلع على البي اتش، بي اتش شو برايك هذا؟ الكالوزس ولا الكالوزس؟ اذا هذا الكالوزس. يا هل ترى على حساب البي سي او 2 ولا على حساب السي او 3؟ معناته هذا عندي قلاء تنفسي، هل هو معاوض ولا غير معاوض؟ لما هذا نزل لازم البيكربونات الطبيعيه من 22 ل 26، احنا بنقول 24 معدل وسطي، لازم هذا الشو لازم اقصى تنزل لل 20 مثلا. خلينا ناخذ الخيارات. كومبنسيتد ميتابوليك اسيدوزيس، هل هذا حمض استقلابي معوض؟ نحن شخصنا فلا. انكومبنسيتد ميتابوليك اسيدوزيس ايضا جواب خطا. انكومبنسيتد ريسبيراتوري انكيلوزيس اذا الجواب رقم 3 بدليل انه انا عندي فرض تهويه، فقد السي او 2 نزل السي او 2، عندي البي اتش عالي، انا صرت بحاله الكالوزس. سي او 2 نازل، اذا هذا قلاء تنفسي. مين المتهم الاول؟ الرئه. الرئه هي المتهمه الاولى. اذا جوابنا رقم 3. يا هل ترى بالعوده للمساله السابقه، هل هاي المعوضة كافية أم غير كافية؟ غير كافية. خلينا نشوف كافية ولا غير كافية من خلال مسائل، من خلال معادلات. يا دكتور ما في معوضة. بفرض عسر إذا أنا بدي أساوي معوضة، قديش لازم أنزل البيكربونات؟ كقيمة. إيه. دكتور عندنا نقص 10. كل نقص 10 بالنسبة. لازم نقص 2 من البيكربونات. وين؟ لا طلع المسألة. لكل طلع المعادلة عندك. واحد لكل 10. هذا أكيوت ولا كرونيك؟ أكيوت. لازم ننزل واحد لكل 10. أنا قديش نزلت؟ بس لكل 10 2. لكل 10 2. قديش نزلت انا من السي او 2؟ 15 يعني 3. قديش لازم تنزل البيكربونات؟ 21. لهذا غير ودكتور نحن ممكن اذا اعتبرنا القيمه 35 الدنيا للبي سي او 2 ممكن 10 يعني بتكون 22 21. هلا نحن بنعتبره 40، انا رح تجيب وحده 32 بي سي او 2. اعتبره البي سي او 2 40. إذا هذا غير معوض. إذا أنا بدي أجيب لك مثلا البيكربونات بقول لك أعطيني رقم البيكربونات لتكون معاوضة اللي هي تنزل 21 22 مثلا. التصرف مع المريض نفسه بنحاول نخليه مثلا ينفخ كيس أو كذا مشان نرفع سعره. نعوض بيكربونات؟ لا بدنا نرفع بيكربونات نطلع. بشوف الآلية هم بيحطوها على الجهاز. ليش ما بنحاول نرفع على الجهاز؟ إذا هون رح ندخله على جهاز تنفس اصطناعي هذا المريض مشان نطلع سي او 2 بس. عوضوا الأكسجين بس. هلا لسه عمل خليك مسرح. شو ركب وصل حسب المشكلة فيها. بيرفع هون بتنفخ الغازات الاون ايز هي بتتنفس الموضوع. هن آلية المنفسة هن بيشتغلوا عليها. أنا ما بيهمني الحل هلا. فهمني بس المسألة هاي، عرفت إنه هذا تمام خلاء تنفسي لكن غير معوض. ونحن حفظنا ب بي اتش لما الصاد الاس تي او 3 أو البي سي او 2 صار فيهم أي تغير يا اثنين بيطلعوا يا اثنين بينزلوا عشان يصير معوض. ناخذ مسألة ثانية. تفضل استاذ. ترجمني سمعت ليش انت
بيتعافى من الجراحة. المريض هذا ساوى الجراحة. ساوى الجراحة. ما بعد التخدير كان كثير يعني الوضع سيء. والممرضة أعطته مورفين. كان في عنده ألم، الممرضة أعطته مورفين. لما رجع مورفين معناته شو صار عندي؟ تصليص. أعطته سلفات المورفين، المريض لأنه كان كثير متألم ما بعد الجراحة. المريض صار معه بطء في عدد مرات التنفس، انخفض إلى 7. صار يساوي هذا المريض؟ صار يحبس CO2. صار يحبس CO2. وكان نفسه شالو بريثنج، نفسه ضحل. شالو بريثنج. إذا المريض هذا بعد العملية الجراحية كان بالعناية متى؟ كان كثير وضعه سيء، الممرضة شافت عنده ألم عطته مورفين. المورفين سوى تطبيط بالجملة العصبية الدماغية. صار مريضك يسحب نفس بشكل صعب وبطيء، انخفضت عدد مرات التنفس للـ7، وانا بعرف الطبيعي من 12 لـ16 18 حسب المراجع. طيب سحبنا له غازات، خلينا نشوف الغازات. بي اتش عنده حمار، البي اتش 7.15 يعني حمار. البي سي او تمام، البي سي او البي سي او 2 مرتفع فحماض تنفسي. حماض تنفسي تمام. البيكربونات ضمن الطبيعي فهو غير معارض. اذا هو حماض تنفسي غير معارض. استوى. اذا هو انكومبنسيتد تمام. الاربعة ريسبيراتوري اسيدوزس تمام. المساله توافقت انه هذا المريض صار يحبس سي او 2 وتوافقت البي اتش نازل. وعلى حساب مين؟ CO2 غير معوض، لازم في كربونات. قديش لازم نعوضه؟ دكتور هون عندنا زيادة تقريبا 30، يعني لازم تكون 6 أو 5. لازم في كربونات توصل 30. لا يعني قصدي ناقصة 5 يعني 19. لازم نزود. لو كانت البيكربونات مرتفعة بهذا الارتفاع، يعني لنقول هون نحن لكل 10 واحد تمام اعتبرناها 30 فزادت 3 تمام ف27. طيب لو كانت 27 لازم البي اتش هون يتعوض عندي، يعني يرجع للطبيعي. هذا غير معوض، هذا يكون ما بيتعوض، بيطلع قريب من الطبيعي. ايوه ما بحياته ما برجع للطبيعي. ما ترجع البي اتش 7.4 يعني زاد نوع. ايوه ما بيصير. عم بقول جدلا بدي اعوض، بس المسائل احنا مش هنعمل معوض. المساله الثانيه اذا خيارنا صحيح هو انكم بنسيتد سبايرال ريسيبوز. واضحين هذول الثنتين يا حسين؟ وحده من البنات مين تفضل؟ يلا خلينا نسمع. خليك اسمعي، هلا بتطلع على وحده من الثلاث. قبل ما تدخلي بالمسألة، مريض عنده سكري، نشوف دي حمار، شو لك بالفجوة؟ في فجوة طبعا. كويس، كم دي؟ يعني تقريبا شبه قايدة سيني كوما يعني. نعم سكر عالي كثير، كيتونات تحليل البول عندي 3 كيتون. انا بعرف لما الجسم ما فيه سكر بسبب انخفاض الانسولين ايش بيحرق؟ الجسم بيحرق فات.
ومن الفات راح يراكب لي الكيلو هام. سبعة فاصلة أربعة. البيكربونات. البيكربونات. طيب 18. خلينا نشوف البي اتش. أنا بعرف إنه هذا مريض سكري راكم حمض. معناته هذا قطعاً حمض استقلابي. قطعاً. أو لاحظ البي اتش 7.4. هو الطبيعي 7.45. لازم الرقم هذا صراحة شوي غيره بالمسألة هاي. لازم شوي أنزله. تعتبره 7.40. إذا هذا بي اتش نازل. بي سي او 2 ايش قد؟ 32. نازل. بيكربونات 18 نازل. طيب يا ترى هذا على حساب طيب هذول حمام على حساب مين؟ استقلابي ولا تنفسي؟ لاحظ اثنين هذا نازل وهذا نازل صح؟ استقلابي. طيب اذا كان حمام استقلابي ايش بيكون بالبي اتش؟ نازل. وإذا كان حماض تنفسي كمان نازل. طيب هون كيف تقيم إنه هذا المريض حماض استقلابي مش حماض تنفسي؟ اثنين نزلوا. ايه هذا معاوض بدليل انه في عندي معاوض. شو بدك تعرف انه المساله هي استقلابيه مش تنفسيه؟ قصه السريرين كوتشيني. في عندي مسكه من القصه. تفضل. اساسا انا عندي انخفاض بالسي او 2 يعني بالاساس ما في عندنا حماض تماما. سينا لك بعكون منتصف. هذا واحد. اثنين القصة السريرية موجهة هي بتدني انه حمام استقلالي. طيب نعتذر دكتور في بس في نقطة انه هلا هون هي المسألة انا بشوف ما فيها غلط لكن المريض عنده مشكلة نفسية. لا في عنده مشكلة نفسية مشكلة استقلالية معوضة استقلالية. لا المشكلة استقلالية والمعوضة تنفسية. اذا تفضل في 7.41 هو عبارة عن ثلاث نحسب البي سي او 2 ونعتبر انه البي اتش الطبيعي 7.45. هو المساله هاي لازم الرقم لازم يعني 39 شوي بس انا لازم اعرف انه هاي حمار لانه انا عندي سكر. البي سي او 2 نازل لو تنفسي بي سي او 2 طالع. هاي شو بدي كربونات نازل. اذا هذا ايش عندك؟ حمام استقلال معاوض ليش؟ عندي الخلل هون تمام معاوض لكن السي او 2 نزل كتعاويض. فهي شو خيارنا؟ خيار اي خيار؟ ثالث. اذا كومبنسيت ميتابوليك اسيدوز تمام معتمد على الانسولين نفسه. رؤية اسمعي 50 سنة مريض عمره 50 سنة عنده سكر معتمد على الانسولين نفس المريض السابق بدنا نحسب الفجوة الصواعد فجوة الصواعد صوديوم 145 بوتاسيوم. دكتور هلا الصوديوم والبوتاسيوم والكلور بنستخدمها. دكتور اذا بنقص قيمة الكلور والاتسيو 3 من تنقص الصوديوم اللي هن 125 17 17 يعني عندنا الايونات الموجبة صوديوم 17 تقريبا 17 معناته في عندي فجوه شوارد سلبيه عاليه. ونحن بنعرف المحاضره السابقه الفجوه العاليه بتضم كم مرض؟
حماض كيتوني او تراكم اللاكتات سالسيليك اسيد بالاسبرين لاكتات كيتونات هذول كلها يعني المجموعة كلها اذا حسبنا الفجوة يطلع تقريبا 22 بس اضافوا هون البوتاسيوم معه ما هي مشكله اذا ضفته ولا ما ضفته. طيب شو نمط الفجوه هاي؟ مرتفعه نمط بدنا نقول هاي على يونغ ما هيك؟ نحن سميناها تسميه هاي اذا هذا كومبنسيت لمريضنا ميتابوليك اسيدوزيس و هاي بنكمل عليهم قال نورمو كلوريمي يعني شو طبيعي بالاضافه للحموض او انتاج حموض داخليه او خارجيه بيكون الكلور طبيعي امتى ما في شيء اسمه انخفاض بالكلور دائما ارتفاع دائما نورمال او ارتفاع ممكن يكون هاي كلوريمك اسيدوزس في حالة شو؟ عم ياخد خارجي كلور يعني حالة حالة دكتور عم ياخد إذا خضرنا البيكربونات فقط لما بيكون في عندي فقدان البيكربونات الكلور بيطلع يعلي احنا الفجوة بتساوي إذا نقصت البيكربونات إذا الكلور طالعها هذا صار اسمه هاي أنايون جاب لكن الكلور هو اللي عوضها طبيعي هاي الحالة ما بننسى ناخذ حالة كمان صبايا يلا طفل طفل سنتين الولد هذا اجل المسنى بمشكلة تنفسية يعني بسندروما تنفسية ما تبقى عندي مشكلة على مستوى الهرس التنفسي سحبنا له هذا التنبيه 7.3 شو رايك؟ هذا اسيدوزس مو اقرب اسيدوزس طيب انا شو سي او 2 لا مرتفع 69 اذا هذا حكمه حمام تنفس خلينا نشوف البيكربونات مرتفع هذا شو حمام تنفسي معاوي هذا كومبنسيتد الاسبيراتوري الاسبيراتوري خيرنا رقم 3 خلينا نشوف الحالة اللي بعدها يلا من عندك ايه؟ 45 سنة هل يشوف السبب أول شيء قبل ما بطلع على هدول أنا من خلال السبب ممكن أكشف إذا المريض جانا على المشفى في عنده بوميتك عنده خيار ليش؟ أبيحصل شوارد مدرسية أن نحن الأقياء نمطين إما أقياء لمحتويات المعدة أو أقياء محتويات النعوية فإذا طلعنا نحن المحتويات المعدة صارعنا الكلور إيش حافظنا؟ عندي كربونة صار عندي قلاء استقلابي أو إذا كان لمحتويات الأمعاء مين طلع؟ فالأقياء أنه نوعين كوميتنج نوعين هلين نشوف النوع أي نوع منهم البي أش قديش؟ معناته نحن إيش طلعنا؟ طلعنا محتويات المعدة ما طلعنا محتويات الأمعاء ما بنسى خلينا نشوف البيكربونات مرتفعة فهذا حكما قلاء استقلاب معاوض تمام معاوض إذا ميتابوليك الكالوزيس معاوض طلع بطلع أنا بي سي أو 2 عالي ممكن يكون تنفسي حماض تنفسي ما في قيمة البيئة لو كان حماض تنفسي أبطلع أنت البي سي أو 2 عالي لو كان تنفسي معناته البيئة نازل من هون نأخذ من وين نأخذ من البيئة
بس يا حكيم هلا نحن هون بالنسبة للقيم اللي أخذناها أول محاضرة، هلا هو المعاوضة جزئية، نحن هلا بنحسب بنحدد بس هون معاوضة جزئية إلا كاملة. هلا بدي أعطيك شوي المعاوضات إيه شلون إيه؟ أنا بس هيك بعطيك الصورة إنك ما بتنسى القواعد. تمام. بس هلا بتجيك المعاوضات النموذجية، هدول بسيطة تسلم، ما دخلنا بالمعقدات. إذا هذا مريضنا عنده ايش المرض عنده اذا؟ قلاء استقلالي معروف، بس انا بدي اياك تفهم هالشيء هذا. اذا كومبنسيشن ميتابوليك الكالوري. خلينا نشوف الحاله السته. سيده ماري عندها 54 سنه. عندها احتشياء عضله قلبيه انتيرود ميوكارديال انفراكشن. وداخله بصدمه قلبيه. سحبنا لها الغازات البي اس 7.2 حمار بي سي او 2 يعني نحسن طبيعي اس سي او 3 هذا شو صار معي؟ حمار استقلابي معاوض؟ غير معاوض. بدنا نقول تقريبا معاوض ولا غير معاوض؟ غير معاوض. دكتور نحن بس طلعنا على خلينا انه بس طلعنا على القيمه من بين 35 و 45 نحسب من قول معاوض. نحن دائما بالحسابات السوق دائما البي سي او 42 رقم ثابت رقم ثابت. انا بدي اعتبره هذا حماض استقلابي معاوض، لكن معاوض بشكل كافي مثل نشوف على المساله على المعادلات نشوف شلون. باخر حاله طفل ثلاث اسابيع اجى لغرفه الاسعاف، الام اخبر انه هالطفل هذا عم يبكي كثير وما عم بيرضع وعنده اسهال من اربع ايام سريع. معدل تنفسه لهالطفل الزاد بغرفه الاسعاف سحبوا له غازات الدم البي اتش 37 هذا نزل، سي او 2 كمان نزل، واس سي او 3 ايش شو هذا صار عندنا؟ حمار استقلابي معاوض، ليش صار معه؟ صار معه سلبيات. اذا هذا مريضنا حمار استقلابي معاوض. انت هلا هون بدك تنتبه على مسالتك، اذا فيها سبب اعطاك عرض، ونحن قسمنا بالمحاضره الماضيه الامراض كمسائل، اسباب الاسهال، اسباب الميتابوليك، واسباب الالكالي كلها يعني. اذا في عندنا سبب وفي عندي مسبب وهيك بس. اذا هذا صار معنا صاحبنا ميتابوليك الاسيدوزيس لكنه معروض. خلينا نشوف المسائل اللي بدها معروضه. سكر الشاشة. مريض كان بس نتعلم على السرعه الحال. مريض اجانا ببي اتش 7.15 صرنا بالحمض، سحبنا له اس سي او 3 6 استقلابي، سحبنا له بي سي او 2 تتوقع 18 عملنا انيون جاب 8 طبيعي بقول من 8 ل 12. هذا الشيء مريضنا عنده اذا حماض استقلابي في معوض خلص حماض خفض البيكربونات وخفض البي سي او 2 كمعوضه. فجوه السوالف
طيب نقول فجوه الشوارد السلبيه فجوه طبيعيه. طيب ناخذ مريض ثاني. كمان مريض سحبنا له بوزان دم الشريان طلع البي اتش عنده 7.08. سحبنا له بيكربونات كمان طلعت 10. سحبنا له بي سي او 2 طلعت 30.35. سحبنا عليهم جاب كمان طلعت 8. إذا هذا حمام استقلابي تعتبره أنا معاوض دائما بي 40 22 إلى 40. طيب كمان سحبنا لمريض بي اتش صارت معنا 7.40 49. سحبنا بيكربونات طلعت 30.35. سحبنا بي سي او 2 طلع اذا كان معوض شو تتوقع؟ اذا كان معوض بيكون 45 او اكثر. اي 40 42. اذا هذا شو؟ قلاء استقلابي عليهم جاب 10. اذا قلاء استقلابي معاوض هي طلعت هذا لحم. يا انا بطلع معك يا بتطلع معي، يا بنزل يا بتنزل معي. ما بيصير اثنين بيكونوا مغايرين. طيب مريض سحبنا له غازات طلعت 7.62. سحبنا بيكربونات 40. سحبنا بي سي او 2 طلع 20.29. هون قلاء تنفسي. قلاء تنفسي واستقلابي صار. ايه قلاء تنفسي وقلاء استقلابي. ايش هو؟ بي اتش عالي. تمام. معناته انا في الالكالوزيس. تمام. في عندنا اجتماع حالتين. حالتين ايه؟ الاثنين. طلعت عندي البيكربونات عاليه. هذا عنده كم مرض؟ اثنين. قلاء. عنده مرضين. بس الاساسي الاش الحمل البي سي او 2 نازل، هذا عنده قلاء تنفسي ممكن ممكن عنده شيء استقلابي. عنده شيء استقلابي، يعني ممكن المعادله تدخل باكثر من حال. فانا لازم ارجع لمين القصه السريريه، بس هو حسب دول بدون قصص. فانا هو عادي فيهم يجتمعوا الحالتين ممكن يجتمعوا طبعا. طيب مريض اجانا ببي سي هاي اخذناها. طيب مريض كمان اجانا ببي اس 7. هو حسب حالة المريض. مريض اجانا في توقف تنفس لمدة 25 دقيقة. لازم يكون عنده حمار. ماشي. سحبنا له غازات الدم الشرياني طلعت عنده البي اس 7.26. حمار. لازم يكون عنده حمار اكيد. سحبنا البي سي او 2 شو تتوقعوا؟ 60. تماما 60. 60. تماما 60. سحبنا اس سي او 3 طلعت 20.26. هذا عنده حمار. هذا حمار تنفسي غير معوض. غير معوض. طيب انا اذا بدي معوضه لازم ينزل. اسف. سحبنا البيكربونات 26 هي 64 ونص. 60 ما رح تعوض بهالدرجه يعني. خلينا عاود خلينا عاود. شد لازم. اول شيء 25 دقيقه اكيوت. قد ارتفع البيكربونات؟ قد ارتفع شو اسمه؟ 20. قد لازم ارفع البيكربونات انا؟ لازم ارفعها 4. 1 2 2 2 2 26 لازم اعتبره هذا معوض. لازم اعتبره معوض. لكل 10 بدي ارفع شاد 1. بالاكيوت بالاسنان لكل 10 معوض 2. ترفع 2 بيكربونات. فهذا ارتفع ما بين ال 40 و 60 20 درجه
لازم ازيد البيكربونات ان هذا حماض تنفسي دكتور مستحيل ليش 20 زاو مش مقرر مريض قلب دكتور يعني بس ثواني لو كان معاوض لو كان في معك انا بقلك لازم بياض يطلع شوي يعني حق اول مرحله في المراحل حتى ما راح يطلع لانه يا دكتور الفكره يوصل قريب يعني اذا 25 دقيقه الكليه بعد ان اسابيع لتعوض او ايام الكليه بتشتغل في المراحل الحاده لكن بشغل اكيوت بترفع شيء قليل بالاسابيع ترفع 3.5 درجه بتزيد الرفع المراحل الحاده بترفع 1 ملي مكافئ وهذا ما راح تعوض على السريع دكتور مثلا هاي ممكن يكون باقل يعني 17 مثلا 20 او اقل عوضه ما تعوض ما راح تعوض بهالدرجه تحكي علميا لازم انا ارفع البيكربونات لفوق 30 35 لاقول لك هلا بيعوض بلش يعوض لكن احنا عم بنقول لميز انا ليش انا حطيت المساله في عندي معوضه سريعه كلويه وفي معوضه مزمنه ان بالاكيود بنرفع 1 ملي مكافئ لكل 10 لكن في الازمان اللي بتشتغل كويس ترفع 2 ملي مكافئ لكل 10 مريض قلق مزعوج كثير ترفع 3 كمان خلال 4 ايام البي اتش عنده مريض كثير قلق وصار عنده ضيق نفس وما بيحس يسحب غازات على ما بس يسحب تنفس على المضبوط بالاربع ايام شوف اربع ايام معناته هذا شو صار جسمان منتبه اه سحبنا البي اس 7.4042 سحبنا بي سي او 2 طلع 30 سحبنا بايكربونات طلعت 19 سحبنا انيون جير طلعت 8 ايش التشخيص بس وليش البي اس هيك ايش قد دكتور القياس ليش البي اس 7.4042 ايش التشخيص اول شيء هذا انا بدي اقول هذا البي اس بدي اقول الطبيعي 7.4045 هو من 30 35 ل 40 45 ماشي هذا وين موصل تقريبا موصل على بيطلع على القلب ما هيك طيب اذا بيطلع على القلب لازم البيكربونات تنزل تطلع بس ما طلعت البيكربونات معناته في عندي مشكله ثانيه قلاء تنفس معناته في عندي مشكله ثانيه خلينا نشوف البي سي او 2 البي سي او 2 نازل اذا نزل البي سي او 2 قلاء تنفس هذا قلاء تنفسي معروف في معاوضة والمعاوضة جيدة لأنه بعد أربعة أيام نزلت ورجعت تقريبا من الطبيعي نعم فرجعت البي اتش قريب من الطبيعي فأنا لازم أميز بين الحاد والإزمان خلينا نشوف المريض هذا كمان المريض عنده ضيق نفس خلال أسبوعين البي اتش 7.30 البي سي او 2 70 حماض تنفسي البيكربونات الانايون جاب 8 طبيعية عم بسألني الطبيب سؤال قال ايش تتوقع رقم البيكربونات 10 بس ثواني بس ثواني دكتور لا بدها تكون مرتفعة لازم ترفع 70 10 بالحساب بشكل كامل هاي ايش طلعت يعني 30 درجة شو طلعت 29 او 30 دكتور 30 درجة طلعت ما كم ما 3 درجات كانت 30 3 بس مزمن هاي هي من اسبوعين اقول دكتور مثلا عم بقول لك خلال 2 ويك معناتك لا هذا مزمن نعم لكن ال 10 3 هذا مزيد 30 تقريبا 10 يعني البيكربونات تطلع 40 تمام ما بنسى الازمان لو حاد بزيد واحد الازمان بزيد طيب يا دكتور هي القوانين قوانين لازم تحفظها بالفي طيب مو لسوء الحظ هلا لو
عندنا شوف يا دكتور. طيب لو عندنا حماض استقلابي شلون بدنا نحسب القيمة المتوقعة لل حماض استقلابي؟ يعني حط حط مسألة بي سي او 2 نازل ما هيك؟ لازم انا انزل البيكربونات حماض استقلابي. لا البيكربونات هي نازلة السبب الخلل بالبيكربونات استقلابي استقلابي معناته البيكربونات نازلة لازم انزل البي سي او 2 ايش بدي انزله؟ انزل البي سي او 2 خلينا نشوف المعادلة لك مثلا لنعتبرها لكل 2 تنزل 10 لكل اذا مزمن اللحام لا 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 تحسب البيكربونات النازلة من البيكربونات الطبيعية يعني حط لنا مثلا يا دكتور قانون ثاني طيب ليش شوي يعني هاي القوانين عم تزبط معنا بحال التنفسي المشكله التنفسيه لا تنفسي واستقلابي هلا خلينا وينتر الاستقلابي وينتر الاستقلابي بحال الحماض الاستقلابي لازم يكون البي سي او 2 تساوي 1 ومصدر البيكربونات زائد 8 بنحسب قيمه البيكربونات من عضو القانون بيطلع معنا شغل لازم نكون قيمه ثابته بالكربون بحاله الحماض الاستقلابي 1 ومصدر البيكربونات زائد 8 1 ومصدر البيكربونات زائد 8 او زائد 5 تمام من هاي هاي فوق ميتابوليك تطبق عليها تمام فانت عندك حماض استقلابي تمام حماض استقلابي بحول 1 عشان لازم يكون البي سي او 2 1 ونص ضرب البيكربونات زائد 8 او مختصر زائد 15 1 ونص بيكربونات زائد 15 بيكربونات زائد 15 في هاي بس هاي بحالة الحاد هاي تطبق لا الحماض ما في حاله زمان استقلابي قصدك الاستقلابي بس الاستقلابي ما في حاله زمان التعويض فقط الحاد والازمان بده يكون للسبايراكوس يعني دكتور نحن بنقول خلص باختصار يعني او لا القانون السابق 1 ونص ضرب البيكربونات زائد 8 او بيكربونات زائد 15 زائد 15 لما تكون قيمه البيكربونات ما بين 15 و 30 اذا نقصت اقل وطلعت اكثر المعادله يكون فيها خطا ولازم تكون شو؟ قيمه البيكربونات ما بين 15 و 30 صارت اقل وصار عندك فرق كبير فالمعادلة مرة تبدأ تبدأ المعادلة وينتر 1.5 ضرب بيكربونات زائد 8 تمام أن أما المعاوضة الأكيوت والإسمان هي فقط للتنفس تمام بالاستقلال فهي ناخذ مسألة تمام طيب بيقر شي المريض 7.8 هذا شو الكلام والبيكربونات عالية هذا قلاب إذا هذا ميتابوليك الكالوزيس معاوض؟ لا لا غير معاوض لازم تكون البي سي او 2 طالع طالع هذا قلاء استقلابي غير معاوض طيب أنا فرضا بدي أعاوض شلون بدي أعاوض؟ أعطيني أعطيني سي او 2 40 زائد 0.7 سي او 3 بقول البيكربونات المقاسة هاي البيكربونات المقاسة انتبه البيكربونات المقاسة 40 ناقص الطبيعية شو؟ 24 شو تمت؟ 16 ضرب 0.7 0.7 زائد 40 زائد 40 16 0.7 تقريبا 11 زائد 40 يعني 50 52 لازم يكون هاد يكون معاوض المعادله هي ما بتنسى من عندها هيك يا دكتور هلا نحن هون مبين يعني اكيد مبين المشكله انه هي عباره عن قلاء استقلابي بس لو اعتبرنا القيمه الطبيعيه للضغط الجزيئي لثاني اكسيد الكربون هي 40 تمام معتبرناها 40 وعندنا البي اتش مرتفع فممكن يكون عندي قلاء تنفسي لانه عمليا ممكن إيه؟ تنفسي. قلاء تنفسي لانه هذا نزلان عم بكبسه ممكن يترافق مع مساله ثانيه ممكن يترافق مع مرض اخر تمام يا شيخ
بس احنا في المره اللي عندنا انه هذول. طيب ناخذ المساله ايه خلينا احنا نحلها دكتور. هيا مسح اللعب على السنة. عنده سكري نمط أول. إجاك على الإسعاف بألم بطني من 3 أيام. والألم هذا عم يزداد بعد وجبات الإفطار مثلا. كان بياخذ انسولين بديل. بجرعة 15.6 للكيلو. المهم هذه المهم ضغطه صار ينزل ضغطه 90 على 50. مريض تعب شوي ضغطه ينزل. معدل مرات الهارت ريت يعني نبض 120 النبض. سحبنا له للتنفس صوديوم 130. زد اسمعي سجل الزاويه. المريض عنده سكر المريض هذا وكثير تعبان بلش بانخفاض ضغط يدخل بصدمه سكره كثير عالي. سحبنا له الصوديوم طلع الصوديوم عنده 130 بوتاسيوم 5.3 فلور 101 اليوريا 40 كرياتينين 1.4 السكر 400 كرياتينين 2 كرياتيني شو قد دكتور؟ كرياتيني 1.4 البومين سكر 400 البومين 2 البي اتش فوق 7.3 البي سي او 2 جنبه 34 بي او 2 95 هاي مسافه. وبليك بي كربونات البي كربونات البي كربونات 17 بس هاي عندك حالة حماض. أول شيء سكري حماض استقلابي أو حماض بنفسي؟ حماض استقلابي أول شيء عندنا قلاء تنفس. ليش مو قلاء تنفس؟ قلاء تنفس معوض. حمار حمار تنفس عالي إيه. هذا أول مرض عندك حمار معوضة كويس. في معوضة بيرو عليك؟ في معوضة طالما ما رجع كامل جزئية. شوف لي شد معوضته لازم واحد شد لازم. طيب هذا صار واحد ونص ضرب البيكربونات زائدتين. هذا واحد ونص ضرب البيكربونات 17 17
بس من ايمتى هي الحاله؟ صار اسبوع، صار ثلاث ايام. ثلاث ايام معناتها بدنا نعوض ما في اسف صحيح ما في لازم تكون ثلاثين تقريبا. يعني في معاوضة مش عوضة، مش عوضة، المفروض 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 يعني بده ينزل نص بس ده المعاوضة. طيب في معاوضة، طيب برأيك المريض هذا شوف لي فجوة الشوارد السلبية سكري. طيب بقى ما طلع شلون طلعت ال رجع حسب البوتاسيوم ايه دكتور شلون طلعت 12 نحن ايه نحن عندنا نقص صوديوم صاير عندنا نقص بالصوديوم لا ايه 100 بالصوديوم بدنا نحسب ندخل البوتاسيوم ما حسبنا البوتاسيوم ما دخلنا بس ان الصوديوم ناقص بالكربونات خلاص لازم لازم تكون عندي هاي انيون جاب مو هيك عندي سكري كيتوني لانه ليش طلعت فجوه طبيعيه برايك؟ لانه انخفض صوتك هذا التفسير الوحيد اللي عندي هو لازم فوق هيك اه ان الالبومين ناقص ايه ايه انا ايش حطيت انا؟ الالبومين الالبومين انا اذا بتحسب الفجوه لازم اعدل الالبومين لازم اشوف قديش عندي خساره في الالبومين يا شباب مو قلنا احنا كل خساره 2.5 كل خساره درجتين في الالبومين بنضيف 2.5 للفجوه مو هي حطيناها هي اخر شيء شلا عندي خساره بالالبومين كم درجه؟ درجتين عندي درجتين لازم اضيف 5 البومين على الفجوه لازم انا قبل ما احسب الفجوه اعوض الالبومين شو نقص عندي فانا لازم تكون الفجوه شو عندي 17 لازم الفجوه تكون ولهذا 12 حسبتها انت غلط لازم 17 ليش عندي نقص في الالبومين قبل ما احسب الفجوه لازم اعدل الالبومين انا عندي البومين نقص 2 درجه لازم اضيف انا 5 على الفجوه فهي 12 بتصير شهر هلا بقول فجوة 17 عادي فانا ضفت الالبومين مشان تحسبها طيب دائما نحن حكينا بالمحاضره الماضيه لما يكون في عندي لا في عندي نقص لانه لما يكون في عندي انخفاض في الالبومين قبل ما تحسب فجوه الشوارد السلبيه عوض الالبومين على المعادله اللي كتبناها كل نقص واحد في الالبومين بنضيف 2 الفجوه بنضيف 2 الفجوه عندي 2 البومين و2.5 الفجوه عندي نقص درجتين الالبومين لازم اضيف انا 5 الفجوه لاقول الفجوه فيها صارت نظاميه عشان تنحسب هلا حسبها اسماعيل طلعت معها 12 يا اخي شلون مريض سكري والفجوه 12 يغلط الحساب معناته في عندي شارده سلبيه غير نقاص اسماعيل نساها الا وهي البومين انا لازم اعوض الالبومين على الفجوه الطبيعيه لاقول عندي ها في عندي جراح فانا عوضت الالبومين الطبيعي ايش قال؟ 4.5 خطأ درجتين صار من 2 خلص المصيف انا 5 للفجوه 5 هي 12 زائد 5 17 الفجوه 17 الفجوه عاليه ما بنساها ايش العلاج دوائي لهالمريض؟ انا ضبط السكر وضبط هذا علاج الدوائي طيب لا ولا بس طيب برايك يا اسماعيل انت حليتها وحليتها رسالتك المساله هذه طيب اي الخيارات التاليه لهالمريض هاي
يكون السبب ممكن يكون حماض الضوء الكلوي قرينا الكيور الاسيدوزيس النمط الرابع ممكن يكون الاسهال ليش نفسر الاسهال؟ الاسهال اجوا نورمال كيور طالع لازم يكون طالع الكيور عندي شهد هنا ممكن يكون اقياء ممكن تكون كيتو اسيدوزيس كيتو طبعا مريضنا بالقصة طويلة كيس هاتون انا طب ناخذ اخر مسألة طبعا صح اخر مسألة من هون حكيم خلص مسألة كبتون مريض سحبنا له غازات الدم وقت البيكربونات 24 والأنيون جاء 6 طور المريض بشكل سريع إلى حماض من نوع لابتك أسيدوزيس ماشي؟ لسه ما أعطيتها صارت الأنيون جاب طب جنبه لابتك أسيدوزيس ازدادت الأنيون جاب لس 16 زادت الأنيون جاب لس 16 شو تتوقع تعطيني رقم البيكربونات؟ الرقم البيكربونات ايه نحن بدنا نعطيه صوديوم شات صوديوم صوديوم بلس صوديوم ولا حاجه ليش 10 يعني هذا أنا كان طار طاري. التصوير أكيد مخفض. أنت توقع؟ هلا هي ارتفعت من 6 ل 16، كم درجة ارتفعت؟ 10 لازم أنا تكون قيمة البيكربونات؟ تنخفض 10 لازم تنزل 10 10 دائما كنا نحكي البيكربونات تنخفض درجة لكل حمض. هي لكل ارتفاع في رقم الفجوة. إذا كان الفجوة ارتفعت 5 لازم البيكربونات تنزل 5، إذا ارتفعت 10 لازم تنزل 10، هي بتعاون أول شيء. على كل هاي شو اسمها؟ أسيد بيس بلانس. أعطينا شوي شيء بسيط، بعدين بصير في تعقيدات. تضرب هيك لحالكم ترجعوا، سهلة هي. بتصيروا ماهرين جدا إن شاء الله فيها. سكر الشاشة